الآن وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر إقامته بنيويورك في الولايات المتحدة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكانت الجالية المصرية في ولاية نيويورك الأمريكية قد استقبلت الرئيس السيسي بالهتاف لمصر حاملين الأعلام. وكان رئيس السيسي توجه مساء أمس الجمعة إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 74 التي تبدأ أعمالها الثلاثاء المقبل. أكدت وزارة التعليم والبحث العلمي أن اليوم بدأت دراسة بالجامعات والمعاهد للعام الدراسي الجديد 2019-2020. وأضافت الوزارة أنه لا صحة مطلقة للشائعات التي تنتشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تأجيل موعد بدء الدراسة بالجامعات والمعاهد، مؤكدة أن الوزارة والجامعات ملتزمة بالخريطة الدراسية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات من قبل. يطلق وزير القوى العاملة اليوم 4 وحدات متنقلة للتدريب المهني على مهن الخياطة وكهرباء تركيبات والسباكة بالكرة والنجوع في 27 محافظة. وتبدأ الوحدات في محافظات الوادي الجديد وسوهاج والفيوم والدقهلية، وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة لدعم الأسر الأكثر احتياجا التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال مبادرة مهنتك مستقبلك. وعلى صعيد آخر، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم السبت أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على الإرهابي منفذ التفجير الذي وقع عند أحد مداخل محافظة كربلاء أمس وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وقال المكتب الإعلامي في بيان له إن عبد المهدي يتابع ببالغ الأسى والاهتمام الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف مركبة أجرة تقل مواطنين بين محافظتي بابل وكربلاء المقدسة، مضيفة أن الفرق الطبية سارعت لنقل القتلى والجرحى إلى المستشفيات القريبة، كما سارعت الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على الإرهابي المنفذ بتعاون الأهالي، معربا عن تعزيه للشعب العراقي في هذا الحادث الأثم. بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف مع القائم بالأعمال المؤقت لدولة ليبيا في موسكو مصطفى أبو سعيدة الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية. وقالت الخارجية الروسية في بيان لها إن طرفين تبادلا الآراء بشأن الأوضاع الراهنة في ليبيا، وأن الجانب الروسي شدد على أهمية عدم التباطؤ في بناء عملية سياسية شاملة تحت إشراف الأمم المتحدة، وذلك بهدف مكافحة الإرهاب بصورة فعالة والحفاظ على ليبيا كدولة واحدة تصان سلامتها الإقليمية. اختتمت الصين وأمريكا في واشنطن أمس الجمعة مناقشات جاءت في إطار التحضير لمحادثات تجارية مقررة بين الجانبين في أكتوبر المقبل. ومن جانبها وصفت وسائل الإعلام الصينية الرسمية الاجتماعات بأنها بناءة، مضيفة أن نواب وزراء من البلدين أجري على مدار يومين مناقشات بناءة بشأن القضايا الاقتصادية والتجارية محل الاهتمام المشترك. توج الأهلي بلقب بطولة كأس السوبر المصري للمرة 11 في تاريخه بفوزه على الزمالك 3-2 في المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية. وأحرز ثلاثية المارد الأحمر جونيور أجاي 2 وحسين شحات هدف، فيما أحرز ثنائية القلعة البيضاء محمود علاء. وجدير بذكر أن هذه المواجهة 6 لقطبي الكرة المصرية في السوبر، حيث سبق أن تقابل الفريقان 5 مرات نجح الأهلي في حسم 4 منها. تقام اليوم 3 مباريات بالإسبوع الأول من الموسم الجديد للدوري الممتاز، فيلتقي طلائع الجيش فريق المقاولون العرب في 3 عصرا على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري، ويحل الإسماعيلي ضيفا على فريق الجونة في 5:30 مساء، وأخيرا يستضيف بيراميدز فريق إنبي في 8 مساء.
تقام اليوم 5 مباريات بالإسبوع السادس من الدوري الإنجليزي، فيواجه ليستر سيتي فريق توتنهام هوتسبير في 1:30 مساء، ويلتقي إيفرتون فريق شيفيلد يونايتد في 4 عصرا، ويستضيف بيرنلي فريق نورويتش سيتي، ويحل واتفورد ضيفا على مانشستر سيتي، وأخيرا يواجه برايتون فريق نيوكاسل في 6:30 مساء. وفي الدوري الإسباني تقام اليوم 4 مباريات ضمن منافسات الأسبوع الخامس، فعندما تدق 1 ظهرا يلتقي فياريال فريق بلد الوليد، وفي 4 عصرا يواجه ليفانتي فريق إيبار، وفي 6:30 مساء يستضيف أتلتيكو مدريد فريق سيلتا فيغو، وأخيرا يحل برشلونة ضيفا على غرناطة في 9 مساء. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ولدى وصول سيادته إلى مطار جون كينيدي بنيويورك، كان في استقباله أعضاء البعثة المصرية هناك.